اتخطبتي واتجوزتي وهتخلفي على طول، يعني لسه ما لحقتيش تتخيلي نفسك ام، يعني معرفش ولا مش فاهمه حاجه اصلا. بس ساعات بقول لمحمد واحنا كده اتجوزنا خلاص ولا ايه؟ لسه بتسالي يا هبه دلوقتي؟ لان احنا يوم الفرح تقريبا ما عملناش فرح، ما كانش فرح، هو كان منظر بس صوره. لكن ما خدتش نص ساعه، كان كاتب كتاب وبعديها في جنينه جرينا على المسرح. وحضرتك كنتي موجوده يوم اليوم ده. كانوا القرايب والاصحاب، وكان شكلنا حتى لو تشوفيني انا ومحمد شكلنا يا عيني عدمان خالص، خسانين جدا وتعبانين، والدنيا كانت حر جدا، يعني الاجواء كلها، وكنا لازم نمشي عشان التزام المسرح. فما كنتش فاهمه حاجه، مش فاهمه انا بعمل ايه وايه اللي بيحصل وانا بتجوز بجد. وما كانش فيه اجازه بقى، تاني يوم هو بس اللي كان اجازه، اليوم الوحيد اللي في المسرح، وبعديها على طول رجعنا العرض، كل يوم العرض. فما خدتش الهانيمون. شفتي بقى، انا افتكرت بعد اسبوع كده اخدته. مفيش يومين دكاتين ولا اسبوع، في شهر 11 بس اللي خدنا فيه اسبوعين اجازه عشان نسافر اسكندريه بس. يعني ده كان شهر العسل بتاعي. هو اليوم